أنا بقول لك إياها بالمثل البلدي، قليل البخت بيطلع له العظم في الفشي، هيك أنا بقدر أقول لك. قضاء الله وقدر، ومات هالزلم يعني، شو يعني؟ أول واحد بموت على الأرض والآخر واحد بده يموت ولا لا؟ يعني هل ترى بأنه ذلك مظلومية ولا مش مظلومية؟ مظلومية لمين؟ للنزار، لأنه قتل بهاي الطريقة. أنا بقولش عنه قتل، أنا ما بقول عنه قتل، أنا بقول زلمي وخلص عمره بس، أجا عبخت هذول، قضاء وقدر، والتقرير الطبي الشرعي بيقول هيك. لكن هناك أثر كدمات ولطم وضرب، وشوهد ذلك من خلال الصور. لا يعني شك. لا شك إنه هالحين إحنا بدينا في جلسات محاكمة، وفي قضاء وفي نزاهة في قضائنا، وهم اللي بيبينوا إنه هذول الكدمات هن الموت، إنه ولا عمره انتهى وأجله خلص، وما لا ما ظلوش ولا على الأرض ولا شربت مي. هذا أنا بقدر أقول لك إياه. إحنا الحين إحنا وياهم في مجلس القضاء، شو بقول القضاء؟ إحنا فيش عندنا مشكلة.